حقيقة اليوم خبر هدم منارة جامعة سراجي مثلت لنا في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ولا سيما على مستوى الهيئة العامة للآثار والتراث صدمة كبيرة. نحن إذا فعل غير مبرر أبدا، وتلاحظون أن التجاوز والتعدي على هذا المسجد يمس المسجد من جهة ويمس المنارة التي عمرها يصل إلى 300 عام. كان لنا من قبل موقف مسجل بشكل رسمي في تقديم المقترحات الفنية والمقترحات التخصصية. لدينا دائرة معنية بمثل هذه الموضوعات، هي دائرة التراث، ولديها خبراء يقدمون مقترحاتهم لمثل هذه الحالات. والمقترح كان بتفكيك المنارة تفكيكا خاضعا للمعايير الفنية ونقلها وإعادة تركيبها إلى باحة المسجد، إلا أننا فوجئنا اليوم حقيقة بهذا الفعل غير المسموح به على مستوى قانون الآثار العراقي. نعم. لاحظنا تصريحا للسيد المحافظ يذكر فيه أن هناك موافقة من ديوان الوقف السني، في حين صدرت بيان من ديوان الوقف السني. الديوان حقيقة يتبرأ من يعني وجود موافقة، ونحن الآن بإزاء متابعة هذا الموضوع مع ديوان محافظة البصرة وكذلك مع ديوان الوقف السني لمعرفة المتسبب بهدم هذه المنارة.